مما لا شك فيه ان العالم كله بيشهد طفره في التحول الرقمي في كافه المجالات الحقيقه، خصوصا الوظائف، وده لمواكبه التطورات السريعه اللي بتمر بيها الدول والاسواق الدوليه. وعشان كده كان ضروري نقوم باعداد كوادر بشريه مؤهله في مجال تكنولوجيا المعلومات بعد رقمنه معظم الوظائف. خلينا نعرف تفاصيل اكتر عن عمليه تاهيل هذه الكوادر من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. مع الوزير، صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم، اشكرك على الاستضافه الكريمه وكل التحيه والاحترام للمشاهدين الكرام. يا اهلا بحضرتك. صناعه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحقيقي في العالم كله فيها طفره وفي كافه المجالات، عايزين نتعرف على جهود الوزاره في هذا الملف. زي ما سيادتك تفضلت في المقدمه، بالفعل يعني محور صناعه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعمادها الاساسي هو الفكر الابداعي والعقل البشري، ومن ثم لكي تتبوأ مصر مكانة يعني تليق بها في هذه الصناعة لابد ان احنا نؤهل عدد كبير من شبابنا ومن كوادرنا لكي يكون متعمقا ومتخصصا في كافة الأطياف والروافد المهمة لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. من هنا الوزارة لها استراتيجية الحقيقة بننفذها بقالنا أكثر من 3 سنين لزيادة عدد المدربين على التخصصات الهامة المطلوبة، وده الحقيقة بيتم بشكل يعني هرمي، بمعنى أن احنا لدينا مبادرات تستوعب عدد كبير من الشباب سريعة، مبادرات سريعة من 3 إلى 6 شهور، بعدها ممكن للشاب ان هو يكون مؤهل للمنافسة في سوق العمل. السنة اللي فاتت نفذنا مبادرة اطلقنا عليها اسم مستقبلنا الرقمي لتدريب اكثر من 100,000 شاب وشابة في هذه المبادرة لكي يلتحقوا بسوق العمل. لدينا اكثر من مبادره، بعضها مبادرات بقى اكثر تعمقا، ونحن نصعد في هرم القيمه. لدينا جامعه مصر للمعلوماتيه، اول جامعه متخصصه في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في افريقيا، تمنح درجه البكالوريوس والماجستير بالتعاون مع جامعات دوليه عالميه مرموقه زي جامعتي بيردو ومينيسوتا الامريكيتين. أيضا لدينا مبادرة مهمة جدا اسمها مبادرة بنات مصر الرقمية، تمنح ماجستير عملي وتدريب عملي للطلبة المتفوقين. يعني فقط يعني أختم بقولي أن كل هذه المبادرات مجانية تماما ومتاحة لكل الشباب المؤهل لها. هايل يا فندم. يعني معالي الوزير، إمتى مصر هتصبح منافسا قويا لخدمات التعهيد العالمي؟ الحقيقة مصر بالفعل منافسا قويا في مجال التعهيد العالمي، احنا ضمن اكثر 15 دولة تقدما في هذا المجال. لكي نصعد اكثر في هذا السلم ونتبوأ مكان احسن لابد من تدريب عدد اكبر من الكوادر، لانه التعهيد هو ان تقوم الشركات العالمية بإقامة مراكز في مصر تضم عدد من التقنيين والمتخصصين وتقدم خدمات لعملاء في دول اخرى. فهذا الحقيقه يعني امر في منتهى الاهميه لنا، لانه بيخلق فرص عمل داخل مصر، بصدر خدمات رقميه من مصر الى دول اخرى، بوسع من نشاطي في هذه الصناعه واحتل مكانه افضل واكبر واهم. كل ده يتطلب ان انا يكون عندي كوادر متخصصه باعداد كبيره تجذب الشركات الاجنبيه العالميه انها تيجي تفتح مراكز تعهيد لها في مصر. عظيم، ويمكن ده كمان كان من ضمن الاسباب او من اهم الاسباب اللي خلت مصر تحتل المركز السادس في خدمات التعهيد عالميا. بالظبط بالظبط، وده الحقيقه يعني رغم انه مركز متميز زي ما سيادتك تفضلت، ولكن نسعى الى التقدم اكثر في هذا المجال. بكل تاكيد. حضرتك بس اشرت في النقطه مهمه جدا انه هذه المبادرات والدورات التدريبيه دي مجانيه. تمام، كلها مجانيه. تمام، اي شاب ممكن يحصل على هذه الدورات او انه يقدم عشان يحصل على هذه الدورات بشكل مجاني، وفي نفس الوقت حتى لو مش خريج حتى جامعه من الجامعات التكنولوجيه. حتى لو مش في هناك مبادرات لخريجي جامعه كليات الهندسه وعلوم الحاسبات، وهناك مبادرات اخرى لخريجي سائر الكليات يستطيع الطالب انه يتقدم لها، زي ما قلت، زي او الشاب يعني يتقدم لها زي مبادره مستقبلنا الرقمي، وكلها مجانيه، تتحمل وزاره الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات كل مصاريفها ونفقاتها. عظيم.
طيب احنا بنتكلم يا فندم عن يعني طبعا برنامج حياه كريمه، حابين نعرف من حضرتك احنا وصلنا لغايه فين في برنامج حياه كريمه؟ يعني حياه كريمه الحقيقه يعني مشروع غير مسبوق في مصر وفي العالم كله، ان تقيم دوله مشروعا تنمويا بهذا الحجم، والحجم هنا لا اقصد به فقط حجم الاعمال ولا الموازنه المخصصه للمشروع، ولكن الاهم هو حجم العدد، عدد المواطنين الذين سيستفيدون من مشروع حياه كريمه. نحن نتحدث عن 60 مليون مواطن في حياه كريمه بمراحله الثلاثه. طب وزاره الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات دورها ايه في هذا المشروع؟ احنا بنشتغل على اربع محاور متوازيه. المحور الاول هو البنية التحتية المعلوماتية، بمعنى أن تصل كوابل الألياف الضوئية لكل بيت في كل قرية من قرى حياة كريمة. نحن نتحدث عن أكثر من 3.5 مليون بيت في المشروع بمراحله الثلاثة، زي ما قلت يستفيد منه أكثر من 60 مليون مواطن. الرسالة القوية اللي في هذه يعني النقطة، أنه حين فكرت مصر في ما هي المرافق الأساسية التي توفر حياة كريمة للمواطن المصري، لم تقتصر على الصرف الصحي والمياه النقية والكهرباء فقط، وإنما قالت أن الإنترنت فائق السرعة ضمن المرافق التي يتطلبها المواطن المصري لكي يحيا حياة كريمة. جميل، وهذا أمر في منتهى الأهمية الحقيقة. عظيم، احنا بنتكلم على البنية التحتية، أيا كانت هذه البنية التحتية لإيه؟ بالضبط. المحور الثاني هو أبراج المحمول. نسعى إلى إقامة أكثر من 1000 برج محمول لكي نحسن التغطية لهذه الخدمة في مشروع حياة كريمة والقرى التابعة له. المحور الثالث هو مكاتب البريد. في المرحلة الأولى فقط نجدد ونرفع كفاءة حوالي 900 مكتب بريد في قرى حياة كريمة، انتهينا من أغلبها بالفعل. والمحور الرابع ربما هو أهم هذه المحاور، هو التنمية البشرية ومحو الأمية الرقمية لأهلنا في القرى التي يشملها مشروع. دي نقطة مهمة جدا بقى، ازاي بتشتغلوا عليها مع الوزير؟ دي في منتهى الأهمية بالفعل، زي ما سيادتك تفضلت. احنا بنقيم مراكز، بنستفيد من مراكز الشباب، بنستفيد من أبنية حكومية أخرى في هذه القرى، نجمع فيها أهلنا من أهل هذه القرى، ونبدأ في إقامة دورات لتأهلهم لاستخدام التكنولوجيا في كافة أنشطة حياتهم، لكي أدخل مثلا على منصة مصر الرقمية وأتحصل على خدمة حكومية، لكي أدخل على الإنترنت وأتعرف على موضوع معين يهمني، أو أتلقى دورة تدريبية معينة، أو إذا كان مزارع ويرغب في مثلا التعرف على التنبؤات الجوية، كيف يمكن أن يعالج آفة في زراعته، أيا كان. صحيح. فهو الفكرة أنه أستخدم التكنولوجيا في كافة أنشطة الحياة، وإزاي كمان أستغل الشباب اللي إحنا اللي هيتم تدريبهم في نشر الوعي الرقمي بين أهليهم بقى. بالظبط. معالي الوزير، احنا بنتكلم لما البنيه التحتيه بتبقى سليمه بتشجع المناخ الاستثماري، يعني حابين نعرف الحوافز والبرامج المصممه خصيصا من منظور المستثمر اللي طبعا بتستهدف بالاساس تحسين القدره التنافسيه. والله الحقيقه بالفعل يعني هذا يعني السؤال في منتهى الاهميه، اشكر حضرتك عليه، لانه في بدايه يعني هذا الاسبوع اقمنا يعني مؤتمر افتراضي حضروا أكثر من 120 شركة عالمية لشرح حزمة من الحوافز للشركات لكي تقيم مراكز تعهيد لها في مصر. هذه الحزمة تتضمن مشاركة الوزارة للشركات في تدريب الشباب الذين سيوظفون في هذه الشركات، بمعنى أن الشركة لو عينت 100 موظف من شبابنا وتدريب هؤلاء الموظفين، ستتحمل الوزارة جزء من نفقاته لكي تشجع الشركات على خلق عدد أكبر من الوظائف وتدريب عدد أكبر من الشباب. احنا الحمد لله نسير بخطى يعني سريعة في مجال تصدير الخدمات الرقمية. العام الماضي نسبة النمو فاقت 15%، إن شاء الله تزيد في الأعوام القادمة. زي ما حضرتك بتقول ان هذا القطاع، قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من اهم القطاعات اللي حققت نمو خلال العام الماضي، ووصلنا لترتيب عالي اعتقد في مؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العالميه.
الحمد لله. يعني يمكن لسه من يومين شركة أوكلا العالمية التي تتخصص في قياس سرعات الانترنت أعلنت أن مصر الدولة رقم واحد في إفريقيا في متوسط سرعة الانترنت الثابت. عظيم يا فندم، كل التوفيق لحضرتك وكل الشكر ليك يا فندم دكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ألف شكر ليك.